وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. عندما يدخل الإنسان إلى المسجد ويشرع في صلاة ركعتين للمسجد تحية المسجد، وعندما يصلي الركعة الأولى يسمع صوت المؤذن، ماذا عليه أن يفعل؟ هل يتم أم يتوقف؟ الذي يظهر أن السائل أراد سماع الإقامة، والجواب على هذا التقدير أن نقول إن الإنسان إذا شرع في نافلة سواء كانت تحية المسجد أم راتبة الصلاة أم نفلا مطلقا ثم أقيمت الصلاة، فإن كان في الركعة الثانية أتمها خفيفة، وإن كان في الركعة الأولى قطعها بدون سلام ودخل مع الإمام. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فقوله لا صلاة إلا المكتوبة يحتمل أن المعنى لا ابتداء صلاة إلا المكتوبة التي أقيمت لها الإقامة، ويحتمل فلا صلاة ابتداء ولا استمرارا، ولكننا إذا نزلناها على ما دلت عليه السنة من وجه آخر وجدنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فيكون هذا المتنفل الذي قام إلى الثانية قد أدرك ركعة من هذه النافلة في حال يجوز له فيها ابتداء النافلة، فليستمر وليكمل. وأما إذا كان في الركعة الأولى فهو لم يدرك ركعة فلا يكمل، بل يقطعها بدون سلام ويدخل مع الإمام. وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى شيء يفعله بعض الناس. تجد المقيم يقيم الصلاة والرجل جالس إلى جنب أخيه يتحدثان ويبقيان في الحديث إلى أن يركع الإمام، ثم يقومان ويركعان معه، وهذا لا شك أنه حرمان عظيم، حيث إنه فاتهم إدراك تكبيرة الإحرام، وفاتتهم قراءة الفاتحة، وفاتهم الاجتماع إلى المسلمين، وشذوا عن المسلمين، وما يتحدثان فيه يمكنهم مواصلته بعد الصلاة. فليحذر الإنسان من تغرير الشيطان وتطبيقه على الخير، وليقم إلى الصلاة من حين إقامة الصلاة ليدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، ويدرك قراءة الفاتحة وما تيسر. وشيء آخر، والشيء بالشيء يذكر كما يقولون، أننا نجد بعض الناس يأتون متقدمين إلى المسجد ثم يجلسون في آخر المسجد، فإذا أقيمت الصلاة قاموا ودخلوا في الصف، وهذا من الحرمان أن يتخلفوا عن الصف الأول، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه أي على الصف الأول، وقال لو يعلم الناس ما في النداء يعني الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني لو لم يجد الناس في الحصول على الصف الأول إلا أن يقترعوا أيهم يكون في الصف الأول لاقترعوا، فكيف والأمر سهل. فنصيحتي لإخواني الذين يتأخرون على الوجه الذي ذكرناه أن يبادروا الخير وأن يستبقوا إليه، وأحذرهم من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين رأى في أصحابه تأخرا: لا يزال قوم يتأخرون
حتى يؤخرهم الله. نعم.